أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره أفلا تتقون. قال كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد صدق الله.